ليلة خميس الساعة 6 المساء بتوقيت ديترويت المحكمة تتناول أهم القضايا القانونية والاجتماعية يلي بتهم الجاليات الشرقية والعربية في الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا كندا فيكم تتابعوا الحلقه دائما على صفحه واتساب شو الاخبار وايضا على صفحتي انا العامه ديفا عفاف للاستفسار او الاسئله فيكم دائما تتواصلوا على الخاص او ايضا عبر البث المباشر بخانه التعليقات واكيد حنجاوب عليهم خلال البث المباشر من بعد انتخاب رئيس الامريكي ترامب وقوانين الهجره واللجوء عم تتغير زرعت بالمقابل حالات الرعب والخوف والاستنكار على المستوى المحلي والخارجي والانساني واخرها مقترح لتقليل ملفات اللجوء من الخارج الى 15 ألف ألف عام 2020 ابرز قوانين الهجره الجديده الجنسيه الامريكيه اللوتري واللجوء مع المحامي مون عطي والمختص بقضايا الهجره اللجوء القضايا الجنائيه سوشيال سيكيورتي الاصابات الشخصيه حوادث السيارات والسقوط ايضا وفي وايضا الفامي لو يلي عنده مشاكل بالنسبه لتشال سبورت وايضا الديفورس للتواصل على رقم الهاتف 248 544 4060 وايضا فيكم تتواصل على رقم لبنان 71554 173 وايضا من شيكاغو على رقم 773 998 2778 وطبعا المحامي من عطيه رح يكون له زياره على شيكاغو بشيكاغو يوم الجمعه والسبت باكتوبر 11 و12، طبعا هيدي البرنامج اكيد لازم يكون له سبونسرز ومهتمين ورعاه يدعموا دائما البرامج المهمه يلي بتثقف الجاليات واحلى تحيه طبعا لمطعم زيتونه لايضا ماركه كوكو فيوغو وهيدي طبعا يلي موجوده بباص وبدي لكم شغله كثير فاني انه كأحلى تحية لجعفر أنه عنده كل أنواع التنبك وفي عنده تنبك اسمه ترامب وأوباما فإذا حابين هيك تنفخوا من قهركم فيكم تاخدوا تنبك اسمه ترامب وتنبسطوا فيه وطبعا أحلى تحية لمطعم السلطان وقاعة الملك و لبتيت ما أه كيد كيديا طبعا هيدا ملعب محل للاطفال للتجمع كتير حلو أه تم افتتاحه أه من كم يوم الاسبوع الماضي تقريبا او من اسبوعين عفوا من شهرين تقريبا ب افنيو كثير بنصح الاهالي ياخذوا لانه هذا مش بس كوينز وانما تنشيط للجسم البدني وايضا العقلي للاطفال انجي دايموند وميد ويست واحلى تحيه اكيد لجورجينا صالون أنسبا على اللوك الجديد للاعلاميه عفاف الديفا كشعر وميك اب حنطلع فاصل قصير جدا ونبلش نستقبل أسئلتكم على البث المباشر مع المحامي مون عطية خليكم معنا ثواني ونرجع لكم ومعلومات جدا قيمة ومهمة مع المحامي مون عطية سعد مسك حضرة المحامي وأهلا وسهلا فيك بأولى حلقات البرنامج الإسبوعي المحكمة طبعا اكيد الناس كلها ناطره طلتك البهيه واكيد يعني انت من اشهر المحامين المعروفين بالجالي وخاصه انه ما شاء الله مكتبك بيستقبل كل انواع القضايا مثل ما نذكر المستمعينا عندنا قضايا متعلقه بالهجره واللجوء القضايا الجنائيه سوشيال سيكيورتي الاصابات الشخصيه حوادث السيارات والسقوط وايضا الفاميلا أه حدث المحامي طبعا أه في أزمة هلأ صايرة عم مش عم بلحق أسئلة عم توصلني يا ديفا يا ديفا أنا معي جرين كارت يا ديفا أنا قدمت لعند لخيي أنا كذا شو اللي عم بيصير بقانون اللي رح يتم تطبيقه اي من بعد أكتوبر 15 فبليز شرحنا بالتفصيل مهلك اشرح لنا هيدا القانون لانه حيتم تطبيقه قريبا جدا حتى المستمعين يستوعبوا بالضبط شو بنودها وعم يتطبق اكيد بالبداية مساء الخير للجميع لكل المستمعين والمشاهدين نحن رح نحكي لهم على عدة قوانين بس ابرزها هذا القانون أكيد. رح نركز عليه بشكل خاص لانه هذا القانون بيهم الجال بشكل اساسي بالبدايه بحب اذكر انه هيدا مشروع القانون صدر بأغسطس 15 <applause> وبنص انه بدء السريان او العمل فيه رح يتم باكتوبر 15 يعني بعد ايام قليله الا اذا في طعن بهذا القانون وصار المنع من تنفيذه من قبل المحكمه نحن حاليا بدنا نشرح هذا القانون مين بيأثر يعني مين الاشخاص اللي ممكن يتاثروا بتطبيق هذا القانون نعم <applause> بشكل عام هذا القانون بخص الاشخاص اللي عم يقدموا على الجرين كارد سواء كان من قلب امريكا او من خارجها بمعنى بمعنى اذا شخص بده يقدم لياخذ جرين كارد بغض النظر عن دبيسز يعني على اي اساس عم يقدم عن طريق زوجته عن طريق عمل عن طريق بيو عم يعمل له ادجستمنت الاشخاص اللي عم يقدموا على الجرين كارد بقلب امريكا معنيين بهذا القانون كابليكانتس يعني الشخص يلي عم يتقدم بالجرين كارد نعم آه، القسم الثاني آه هو الاشخاص اللي عم يتقدموا بطلب فيزا اميجرانت فيزا مع العلم انه ممكن كمان يتطبق نفس المواد بتطبق على النون اميجرانت فيزا هلا سو في عنا الجرين كارد في عنا كل انواع الفيز سواء اميجرانت او نون اميجرانت ممكن تتاثر فيه آه يعني هلا نحن بدنا نقول هلا بالنسبه لهيدا القانون شو حسناتها وشو سلبياته نعم. شو الايجابيات وشو السلبيات؟ ليش ليش في حاله رعب؟ اوكي هلا في حاله رعب لانه العالم عم تسمع انه القوانين رح تتنفس بشكل ايطال كل الاشخاص اللي عم يتقدموا او يلي حاصلين بالسابق او حاليا عم يحصلوا على بابليك بنفيتس أه. public بنفيتس كانت اربعه كانت السبلمنتال سيكيورتي انكم يعني القانون الساري المفعول او السابق الاس اس اي يلي هو السوشيال سبلمنتال انكم اوكي يلي هو البيس اون انكم مثل ما اسمه بدل يعني شخص موجود بامريكا بيقول انه انا ما عندي المصدر الكافي لحتى اعيش بدي مساعد من الحكومه الامريكيه الحكومه الفدراليه نعم سو له مبلغ اذا بيستحق بيعطوه نعم هذا الشيء اللي ما لازم لاشخاص اللي قدموا على جرين كارد يحصل على او يتقدموا بطلب ياخذوا الاس اس so اي سو كانت احدى المشاكل احدى يعني مثلا بدك تقلي فور اكزامبل اني انا البرانج. مثلا عم باخذ انا عندي جرين كارد وبنفس الوقت انا عم باخذ الاس اس اي من الدوله وبدي اعبي على مرتي مثلا بدي اجيب مرتي او بدي اجيب او عم لخي او لامي او لبي القانون هذا ما بينطبق بهالحاله هيدي القانون بينطبق بينطبق على الشخص اللي انت عم تقدمي له مثلا آه. خيك او بيك او زوجك او الى ما شابه نعم هدول الاشخاص ما فيهم نقدموا على الشغلات هذه كلها اوكي او اذا في احتمال يقدموا عليها ضابط الهجره او الكونسلر اوفيسر بحق له يرفض يعطي فيزا مه. بالبدايه كانت آه مجرد اذا في احتمال حاليا اذا في اي احتمال ياخذوا بابليك بنفيت او ما يقدروا يعيشوا اندبندنت فيهم إن يمنعوا الفيزا. آه قبل كان اذا شافوا انه بشكل اساسي القانون بيقول برايمريلي ديبندنت يعني معتمد بشكل اساسي برفضه اذا بشوف انه هو واضح جدا انه هو حيكون عالي على يعني الحكومة. يعني يعني قصدك اذا انا عالياً اي يعني احتمال بيرفضوا يعني هلا مثلا كعفاف مثلا آه ماخذه آه معي الجنسيه الامريكيه وعم باخذ اس اس اي وعم باخذ فود ستامب وكذا وبدي اقدم مثلا لاختي بعثت لها ملف أه هن بينظروا لاختك مش لالي انا مش لالك انت لانه سيتيزن هذا ما بينطبق على السيتيزن اللي معهم جرين كارد ولا اللي معهم جرين كارد الا بحاله وحده شو اذا طلعوا من البلد وغابوا اكثر من ست شهور بدهم يرجعوا أوكي. بيحق لهم يعملوا لهم منع اذا شافوا انه هدول الاشخاص راح يكونوا عالي عالي مثل ما نحن بنقول يعني اذا كانوا بابليك تشارج اذا في اي احتمال يكونوا بابليك تشارج بياخذوا احدى هذه الفوائد او البرامج آه ممكن يرفضوا طلب دخولهم لانه الجرين كارد بده بيرميشن تو انتر نعم بس آه هو بشكل عام بيطال كمان بيقدر يطال اي اكستنشن بالستاتس بالامبريشن ستاتس يعني اذا شخص مثلا موجود على فيزا معينه بده يعمل اكستنشن يمدد او يجدد الفيزا كمان بحق له ينظر بالموضوع بس اللي داخل فيزا مثلا سياحه او او مثلا شمت هواء او بزنس مثلا هل في يطلب مساعدات من الدوله ما بيطلع له مساعدات ولا بيطلع له سوسكوتي صح ما في يطلب بس نحن هذه احدى اللي نحن بلشنا بس باول نقطه حنذكر لا لا لا. اذا قدم على اي شيء ممكن يكون ميديكيد طب كيف يعني على اساس بدي بده يقدم مثلا انه انا مثلا داخل عمري 60 سنه او 65 سنه وجاي أزور ابني او بنتي وبدي كارت حكمه لالي في ناس بتيجي وبتبقى وبتقدم على كل شيء وما معها نعم. حتى, ناس حتى بت... في ناس مع اقامه في ناس ما معها اقامه في ناس عافية في ناس بتكذب بالابلكيشن وبعدين يعني بصير في مشاكل منا اوكي آه بيقولوا ان احنا معنا جنسي او معنا جرين كارد وهن ما معهم او بيقولوا ان احنا مستحقين وهن ما بيكونوا مستحقين نعم او بيقولوا ان احنا عايشين لوحدنا وهن بيكونوا عايشين مع نعم. ازواجهم نعم. مثلا نعم. سو الاس اس اي هي بيست اون انكم هيدي اول وحده كانت من السابق وبعدها التمبرري اسيستنس تو نيد فاميليز هيدي مساعده كمان برنامج مساعده من الحكومه كان بالسابق وبعده ستيت جنرال ريليف اور اسيستنس وهذا يمكن بعدين هن حيصير في توضيح اكثر على البرامج تحديدا نعم. كيف بتم تطبيقها نعم ورابعا الميديكيد بروجرام ذات كفرز institutionalization for long term care يعني اذا short term ايه؟ منه يعني it's exempted منه لا يعاقب عليه لانه الاشاعه القويه اللي طالعه انه اللي بكون هو اصلا معه جرين كارد او اصلا معه الجنسية وعم يقدم معاملات للي عايشين برا مثل زوج زوجي ام اب كذا وهن اصلا اوريدي على المساعدات بيرفضوا طلبهم على اساس انه هن بحسوا يمكن اللي حييجوا كمان حيطلبوا مساعدات نو no, هذا هذه النقطه كثير مهمه ايه؟ بس هذا القانون ما بيطال هذه النقطه بيطالب من ناحيه ثانيه بيسالوا هذا الشخص بالبدايه قبل ما يوصل لهالمرحله الشخص اللي عامل لك بيتيشن اللي هو البتيشن ايه اللي انا مثلا انا قدمت مثلا صح. اذا قدمت لاي شخص لبي مثلا للوالد قدمت له ايه؟ اول شيء حيساله انت كيف حتكفلي واذا انت عايشه على اسيستنس اذا انا اللي عايش عايشه على الدوله عايشه على الاسيستنس بدك آه كفيل صح يعني كفيل مساعد مثل ما صح. بتجيب الكفيل اي شخص بتعرفيه صديق قريب الى اخره بيكفل عنده مدخول عالي بيكفله انتهينا منها هلا بدنا نشوف الابلكانت البينفيشري هل انت اوكي حتوصل كيف حتعيش اه فحسب الاجابات اللي حيجاوبوها صح حينظروا على فايف فاكتورز الايدج هيلث فاميلي ستاتس اوكي اسيتس ريسورسز الاسس ممتلكات مصادر الدخل والوضع المادي تبع ايوه هون صار في توضيح معناتها هون توضحت النقطه أكتر اكثر انه حي... اوكي حي... اول شيء حيشوفوا الشخص اللي قدم الملف كيف عايش صح. وبعدين بس بيس... بيهمهم هو كيف عايش لانه هو سيتيزن ايه؟ بيهمهم هو كيف حيكفله كيف حيكفل الاخر صح. وبعدين حيسالوا كمان ال... بعد ما يشوفوا كيف حيكفلوا آه خ... الخطوه الثانيه رح يسالوا الشخص اللي جاي على المقابله حيطلعوا بالعمر رح يطلعوا شو دي شو دارس او شو شو مهنته، حيطلعوا بالوضع بال... الصحي الوضع الصحي، حيطلعوا بال المادي العائلي فحيشوفوا اذا هيدا حي حك... مش بس لاله هلا بهالناحيه هيدي بيرجعوا الماده للانوال هاوس هولد انكم اوكي بده يكون اكثر من 125% من حد الفقر اوكي حد الفقر قد ايه تقريبا شي 12 13 او 18 الف تقريبا نو no, حد الفقر حسب كم شخص عايش بالهاوس هولد في في فورمه بيقدروا يشوفوها نعم. على اس دوت فا اوكي هون وضحت لنا انت النقطه اوكي فحي حيشوفوا الشخص المقابل وبدهم يشوفوا هل حدا من هاد الاشخاص مقدم على في ويفر بالاميجريشن أو اي مزبوط اللي بيكون عندهم لو انكم بيطلع لهم في ويفر انه ما بيدفعوا رسوم حق الابلكيشن صح application. صح سو so في عده شغلات ممكن تاثر يعني معناتها هلا لكن كل فلوس التاكس اللي كنت مخبيه حتطلع يعني يعني يمكن انت يعني اللي عم ياخذ يعني اللي عم ياخذ فود ستاب حيوقف مثلا اللي عم ياخذ كذا حيوقف حسب اذا هو اذا انتايتل نحن بنرجع بنقول اي شخص هو بيستحق ياخذ اني بنفيت نعم ذاتس فاين القانون ما عم ما عم يقول له ما تاخذ بس اذا شخص جاي على امريكا مهاجر انت مثلا اعطينا اللي عم تقدمي لوالدك انت على اساس انت تجيبي لحتى هو يعيش معك صح صح وانا اصف عليه صح طب اذا صح. انا عم باخذ من الدوله كيف بدي اصف عليه ساعتها هن بدهم يعرفوا بدهم يسالوه ايوه بدون يسألوه. معك أوكي مصاري يجي معك يجي املاك كفيل مساعد اوكي آه، انت كيف بدك تعيش هون اذا عمرك مثلا فوق ال 66 او 67 يلي الريتيرمنت او اذا كنت حتى قاصر يعني تحت ال 20 او 18 انت كيف بدك تعيش؟ مين بده يصرف عليك؟ فحسب اجاباته، في منهم على فكره في منهم يعني مثل ما بيقولوا يعني عباب الله، يعني بيجاوب بيفتكروا انه خلص ما ايه ما انا لو نيكي هني حيساعدوني، ما انا اللي بشوفها دائما على السوشيال ميديا، ايه ما نحن ايش هو رايحين على امريكا؟ رايحين يعني ناخذ مصاري بنفتس مساعدات هل... بس المشكله نحن يمكن وصلنا لهون لانه زدناها زودناها لأ. زدناها العرب بال... العرب بالمساعدات. زودناها بالمساعدات صح نعم نعم سو so, وصلنا للميديكيد بروجرام اللي هو اللونج تيرم يعني أوكي. ممنوع او ما لازم يقدموا على اللونج تيرم ميديكيد اوكي اذا كان شورت تيرم القانون ما ذكره يعني الشورت تيرم اذا شخص احتاج ورق مرق يمكن بوضع استثنائي ماديا نعم. وقدم شهر شهرين حسب هن الريجليشنز تبعيتهم الميديكيد بيعتبر شورت تيرم فتره قصيره نسبيا انتهت ما بيتعاقب عليه او ما بينظروا له بشكل سلبي اذا صح التعبير طيب so هلا انت... السؤال لحضرتك عفوا السؤال مهم هون لحضرتك هل هن كمان ممكن يفضوا الطلب حتى لو كان الشخص اللي قدم له يعني في صله قرابه مباشره كزوج زوجي اولاد اهل اولاد يعني ممكن يتفض اذا لقوا انه يعني انه في وحده من هالنقاط انه حتاثر انه حياخذ مساعده نعم. كذا ممكن يقول احنا صاري هو هذا هو القانون هيك لحتى يو... حتى يقول لك ام صاري لحتى يوصل طيب هل هذا القانون يطبق على الملفات للناس اللي قدمت من 10 سنين 8 سنين ناطين دورهم ولا اللي حيقدموا جديد كل الكلاينتس سبعون من لما صدر هذا القانون لهلا كلهم بيقولوا لي بليز عجل عجل قد ما فيك قبل اكتوبر 15 هيك عم نسمع نحن انا هلا عم بسالهم ليش رح حيصير باكتوبر 15 ايه القانون ما بيشملكم بهالحاله هيدي اه لانه اه انت مثلا عم تكفل زوجتك وهي من على الببليك اسيستنس وانت عندك هاي انكم وما عم تاخذوا اني اوف ذوس ما عندكم هالمشاكل كلها نعم وهيدي الفايف فاكتورز انتم يو ار فاين وذ اوكي وعلى الحالتين يعني القانون بس يبلش سريانه او المفعول فيه باكتوبر 15 رح ينطبق على كل شيء والقانون بوضوح يعني حتى حيكون يعني هلا بدك تقول لي بعد عن حديثك، يعني مثلا انا قدمت لاختي وعادة الاخوة الاخوة بتاخذ شي 12 13 سنة بيه. تقريبا لها شي 12 سنة، اي آه خلص 12 سنة ووصلنا آه بعد اكتوبر 15 واختي واقفة قاعدة قدام القافصة وسألها الأسئلة وطلع انه ميبي از نوت كواليفايد، ممكن انه يتوفد ملفها من بعد 12 سنة انتظار؟ ايه لأنه نحن عم نحكي عن الأجيوديكيشن، أجيوكيشن يعني تاريخ اصدار الحكم او القرار لانه هن منهم قضاه الحكم حكم لا. قرار تاريخ صدور القرار او هن شو بيقرروا بنعطي فيزا او ما بنعطي لا. هو القانون الجديد حيكون ساري اي آه. اي ملف او اي فيزا ابلكيشن او ادجستمنت او جرين كارد بيوصل بعد اكتوبر 15 لو مقدم من من شهر من ست شهور من 10 سنين من خمسين سنه رح يتم تطبيق القانون الجديد يلي وسع صلاحيات الكونسلر اوفيسرز والاميجريشن من ناحيه اعتبار شخص ان تحت الماده 212 الماده اللي كان بالاول تعطيهم صلاحيات اقل ضيقه اكثر هلا صلاحياتهم اوسع بكثير يعني البيكار هلا صار يشمل كثير شغلات بس اللي اوريدي عمل المقابله ونختم الفيزا على باسبورو زبط ولا كمان ممكن يرجعوا يطالبوهم تعالوا مره ثانيه زمت. تانية. زمت. إذا, أخذ كار... اذا اخذ الجرين كارد اذا اخذ الجرين كارد اذا فيزا زمت مبدئيا اوكي بس بعد كمان عند دخوله على الكاستمز ما حيدققوا بعتقد بهالنقط هيدي ايه؟ بس اي شخص بده يدخل على امريكا اذا ما كان سيتيزن الاجراءات بيتم تطبيقها من قبل السي بي بي هي حنحكي عنها هلا بعد شوي هذه النقطة كثير مهمة الأشخاص مثل ما بتعرفي بيقولوا نحن معنا فيزا خلص انه أيوه. ما بدنا ما بدك تضيف شيء على هالنقطة ولا خلصنا هالنقطة؟ هيدا موضوع كبير فينا نحكي عنه ونرجع لها إذا بدك أوكي أه خلينا نحط عليها باوز أه كثير أنا بيجي لي مثلا بيقول لي إيه ما في سؤال انطرح طب ما أنا أخذت فيزا على خمس سنين على المطار عطوني بس شهر مثلا أو بس شهرين طب أه ممكن تشرح لنا شو معنى بشكل عام بس نسالهم عن الانتري قد ايه الاقامه اعطوكم بيقولوا خمس سنين هي منا اقامه بمعنى الجرين كارد اقامه بمعنى وجود شرعي بالبلد اذا صح التعبير الوجود تبعكم شرع قد يعني قد ايه اعطوكم بيقولوا لي خمس سنين بس ما في يقعد خمس, خمس سنين بقول لهم ما في شيء اسمه خمس سنين الماكسيموم الماكسيموم 180 دايز بس بتلاحظي بيعطوك قبل ال 6 اشهر ست شهور الا يوم سو ما في أكت... ما في يتعدى هالفتره حتى لو عنده مالتي انتري بحطوا حرف ام على الفيزا نعم <applause> <applause> uh -huh. uh, هو بيكون يا وان انتري او مالتيبل انتري نعم سو حتى اذا عنده uh, الفيزا مفتوحه مثل ما بقول على خمس سنين او عشر سنين ستيل <applause> 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 ما بيقدر uh, ما بيقدر يتخطى الفتره uh, يلي بيعطوهم اياها الكاستمز يعني ضابط ال, uh, الجمارك هو اللي بيحدد الاقامه قد قد بدها تكون ممكن نحدد 10 ايام ممكن نحدد 6 شهور مش اكثر من 6 شهور 3 شهور حسب الاجابه وحسب القناعه حتى لو عندك فيزا على 5 سنين 10 سنين ما بتعني شيء بيقدر حتى يلغي كل شيء ويمنعك تدخلي الا اذا كنت الا اذا كنت جرين كارد بيقدر ياخذ الجرين كارد بس ما بيقدر يطلعك بيقدر يعطيك الحق بالاختيار يا يعني انه اذا مثلا بشكل عام اذا إذا بقينا برا فترة طويلة كتير في ناس تقعد للسنة وبيبعتوا لي مسج بدخلوني على أمريكا أنا صار لي سنة قاعد برا معي جرين كارد أوكي بهالحالة هيدي الكاستمز هن اللي بيحددوا مم. هن اللي بيحددوا في نقوله أوكي أنت خالفت حنغرمك وتفوت تقريبا 600 دولار 650 هيدا إذا كان فيري لاكي أوكي محظوظ إذا كان جدا نعم إذا واتس ذا ماكس يعني ممكن لأدي مثلا ماكس بياخذوا الجرين كارد لا 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 أنا قصدي إنه إذا غاب مثلا سنتين ثلاثة أربعة خلص خسر الجرين كارد بيكون هيك نو إذا الشخص إذا ما مع... حسب إذا معه جرين كارد وبقي سنة أو أكثر خارج أوكي. أمريكا <applause> الكستمز بحق لهم يا إنه يعني يغرموه ويدخل إذا كان لاكي مثل ما قلنا أو بحق لهم ي... يعطوه فيزا إذن دخول مؤقت بارول ست شهور وبيحولوه على المحكمة أو بده يرجع طب هل ممكن في يجيب معه دوكيومنتيشنز آه مستندات ليش انا غبت يمكن انا كان عندي عمل برا آه حدا من اهلي كان مريض كذا هل اذا جاب ما بينفع ما بينفع نو no. هيدا الكلام بيصير بالمحكمه اه اوكي لانه الحاكم بده يعرف هذا الشخص ليش بقى فتره طويله مثلا لنفرض سنتين او ثلاثه وليش بده ليش هو بيعتقد انه ما لازم ياخذ من الجرين كارد سو القاضي هو شغلته يعني حكم يفصل هل هذا الشخص لازم ياخذ الجرين كارد يرجع له <applause> او الكاستمز معهم حق الجمارك انه ياخذوه منه لانه هو تخلى عن الاقامه تبعيته طيب شو بيصير اذا انا مثلا اعطوني مؤقت تمبوري انه فوت على البلد مع اني انا معي جرين كارد بس خلفت وضليت برا بس دخلوني ما ما غرموني وانما حولوني على المحكمه في حال اذا تم تحويل للمحكمه والقاضي وجد انه ما عندك عذر شو بيصير هون ساعتها؟ بتكون ديبورتيشن؟ اذا القاضي شاف انه ما في عذر رح ياخذ الجرين كارد حيخلي الجرين كارد مع الكاستمر حيقول انت تخلت عن الجرين كارد وما كان مقيم وما في عندك سبب أه خلينا نعتقد انه انت كان عندك نيه انه تكون مقيم بامريكا لا. بس لظروف قاهره نعم مثل قبل صار في مشاكل مثل ما بنعرف داعش والى اخره في ناس علقت ما قدرت ترجع في اسباب صحيه في اسباب ماديه يعني كثير صعبه لا. واشخاص موجودين مخيمات حالات استثنائيه جدا ممكن يدخل بس مش انه بنجيب في ناس بفكروا انه بنجيب اي كتاب من اي دكتور انه انا كنت مريض وبفكروا انه بيمشي الحال فيها نو no. طيب نيجي نحن بالنسبه للقانون اللي حيطبق باكتوبر 15 اي ثينك صار واضح جدا في احد الاشخاص بعث لي قال لي طيب في ناس عم تستفسر كمان انه مش نحن عم نقدم لحدا وانما نحن معنا اوريدي جرين كارد وعم ناخذ مساعدات من الدوله هل كمان حيطبق هذا القانون علينا؟ No. مش عم مش عم يعبوا لحدا من الخارج هن عايشين معه جرين كارد عم ياخذ مساعدات ان كان حكمه او ف... ان كان حكمه او ان كان فود ستامب او كذا هل كمان رح يطبق هذا القانون عليه وقت التقديم على الجنسيه سؤال كثير جيد اذا الداخلين او اللي عندهم طلبات لجوء الاسايلي والرفيجي هدول معفيين هدول ما بينطبق عليهم اللي جاي من برا واللي قدم من قلب امريكا بوث الاسايلي والرفيجي اوكي بنعرف انه اذا قدموا من برا عن طريق اليو ان او الاي او ام بسموهم ريفوجي نعم اذا من من داخل الارض الامريكيه قدموا ملفات لجوء نعم آه كول اسايلي نعم سو so هدول الفقرتين او الـ الاشخاص اللي عندهم هيدي ستاتس او ابلكيشن بندنج هدول معفيين من هذا القانون يعني ما بيتبع عليهم يعني بدك تقول لي اذا واحد مثلا دخل السياحه مثل ما كثير عم يعملوا وبعدين قدم لجوء بقلب الدوله وناطر لا قدام المحكمه وبيعطوه بعتقد تمبرج آه، سوشيال سكيورتي ورك بيرميت كذا له حق يطلب مساعده من الدوله اذا القانون بيعطيه هذا الحق بيقدر واو. اذا أوكي. كان هو عنده بهيدي الكاتيجوري اسايلي آه، او ريفوجي بيقدر نعم نحن إن بنعرف انه اذا دخل ريفوجي في شغلات تطلع له م -م. صح يعني بيدفعوا له بعتقد التيكت الطياره اتليست آه بيدفعوا له الهاوسينج اور اسيستنس بس يعني تمبوري مش شا... على طول صح تنبري نعم هو الهدف مش مش انه يجيبوا شخص ويبقى على طول على الحكومه نا. يعني ايه؟ عايش على عم يجينا كثير اسئله على فكره المخرجين المخرج عم يبعث لنا لك اذا ضليت برات امريكا اكثر من سنه في اسئله بس بعد اذنك حضرت المحامي مستمعينا عم يجينا كثير اسئله طبعا طبعا اوكي عم يجينا كتير اول شي بنشكركم على متابعتكم لللايف لانه عنا ضغط كتير قوي طبعا نحن مباشرة الآن على صفحة واتساب ميديا نتورك على صفحة ديفا عفاف على صفحة سلينج ديش نتورك والعديد من الصفحات الموجودة على السوشيال ميديا طالعين مباشرة لايف نتمنى تعملوا شيرز لأهمية المواضيع اللي عم نناقشها في أسئلة تم في أسئلة عم تتكرر معنا عم يبعتولي الأسئلة في أسئلة نحن أوريدي شرحناها فيعني الاجابه اوريدي موجوده بالشرح فبنتمنى لما يخلص البث المباشر ترجعوا تسمعوا الحلقه وتاخذوا المعلومات اللي انتم محتاجينها مثل سؤال الاخ قال اذا عطبات امريكا اكثر من سنه ومعي جرين كارت هل في مشكله المحامي شرحها بكل تفصيل شو راح يصير للاشخاص اللي قاعدين بابا بهيك مده شو بيصير معاهم يا اما يدفعوا غرامي او يتحولوا للمحكمه فبليز بليز اللي دخلوا هلا على الحلقه بليز uh, اذا لقينا سؤالكم مقرر ما رح نجاوب عليه وانما رح نكفي بالحلقه. Uh, حضره المحامي uh, نيجي النقطة اللي قلت لك اللي قدموا لجوء من داخل الولايات المتحده الامريكيه وحصلوا على الورك بيرميت وعلى, الـ وعلى الـ على السوشيال سيكيورتي عم يجينا اسئله في سؤال وصل انه ديفا انا عبيت من 2016 ولهلا ما سمعنا شيء شو اللي عم بيصير بملفات الداخل امريكا اللي دخلوا اللي قدموا اصاله من لجوء من قلب امريكا دخلوا السياحه مش دخلوا okay. عن طريق الاي ام yeah. دخلوا السياحه او دخلوا مش okay. عارفه كيف دخلوا وقدموا لجوء شو اللي عم بيصير بالضبط هلا ليش في تاخير بالملفات ويا ريت لو تشرح لنا الستبس كيف بتكون نظام اللجوء ما انا عبي على اللجوء كيف الباسس بيكون رح نحكي فيه بس ما عرف اذا بدك ننهي الموضوع بالنسبه لل الفاكتورز sure. او ال... sure. yes. yes. بالبدايه بحب أو... مش بداية نحن يمكن هلا هاف نص نص الحاله نعم ولسه ما خلصنا شيء <applause> نعم المواضيع متشعبه جدا نعم. والقوانين ما كثير واضحه لانه حتى الاميغريشن اوفيسرز الامور بعدها بدايتها نعم يعني كل شيء بياخذ وقت لحتى نعرف كيف بده يتم تطبيقه نعم آه نحن ما عم نعطي نصائح قانونيه وهيدي شغله كثير مهمه نحن ما عم نعمل اميغريشن كونسلتيشن هيدي فيها مسؤوليه من ناحيه اعطاء جواب مفصل او دقيق بالنسبه لقضيه معينه نعم. يعني كل حاله على حدا نحن عم نحكي عم نشرح القانون بشكل عام عم نحكي الامور يعني عم نشرحها ما عم نعطي نصائح قانونيه نعم لانه وقت ذكرت انه هل بالنسبه للشخص المتصل او اللي بعتنا مسج هل انا مثلا بدفع غرامه او بتخلى عن الجرين كارد او بطلب منه يفوت نحن ما عم نقول له شو يعمل بس نحن عم نقول شو الحالات اللي ممكن تصير نعم. لانه في عنده قضيه سابقا في احدى المحامين جرب يساعد احدى الاشخاص المتصلين ما كثير كان عارف الحيثيات وبالاخر صار في مشكله كبيره صحيح مشان هيك نحن بنركز على الاستشاره القانونيه لحتى نقدر نساعد الشخص بعد ما نفهم نعم. التفاصيل كلها مش ما هيدي ما هي الأس... للاسف يلي يعني انا كمان بدي اوجه رسالتي للمشاهدين انه في كثير يعني شوف نحن عم نقدمكم برنامج آه ومنجيب المحامي ليشرح لكم عم نعطي من وقتنا وقته هو حتى نطلع نفيدكم آه ما تحاولوا هلا بس اكيد لما المحامي باي محامي تواصلوا معه في رسوم استشاره شي طبيعي بس في ناس تيجي تقول لك لا انا بدي احط السؤال وخلاص ونعطين اجابه بس اللي انا عم بحاول اقول للمستمعين انه في احيان بيكون كل ملف مختلف عن الثاني في ممكن يكون في حيثيات في ممكن في تفاصيل ممكن آه ما, خرق. ما عم نعرف شو هي فيمكن المعلومه اللي اعطاك اياها محامي يمكن ممكن تنطبق بشكل عام على حالات ثانيه مش حالتك انت فننوه المستمعين في برامج اللي حنقدمها ببرنامج المحكمه بالحلقات انه نحن ما عم نعطي استشاره دقيقه للحالات الاسئله عم توصلنا نحن عم نعطي المفهوم العام نحن بنعطي جنريك اجوبه بس كل حالة مفروض يكون في استشارة خاصة بالاتصال مباشرة مع أي محامي بتختاروا إن كان محامي مون أو أي محامي بغض النظر شو القضية حتى يفهم قضيتكم مزبوط ليعطيكم الإستشارة الصحيحة فهيدا البرنامج تثقيفي وتوعيه والتعريف عن القوانين الموجوده في الخارج اللي بامريكا بكل الاختصاصات ونحن بش برنامج للاستشاره لكل قضيه، مزبوط حضرتك المحامي؟ بالضبط تفضل سو هذا القانون مثل ما حكينا قبل ما بينطبق على اليو اس سيتيزنز الشخص اللي معه الجنسيه الامريكيه ويمكن كمان لازم نتشعب ونحكي فيما بعد عن الاشخاص اللي بيخلقوا اذا القانون تغير او لا اكيد اكيد لانه كمان في لغط عليه والعالم كثير خايفه آه سو هذا القانون ما بينطبق على الاشخاص اللي معهم الجنسيه الامريكيه الاشخاص اللي معفيين من هذا القانون قلنا الاسالي والرفجي اللاجئين والجايين عن طريق الاسايلم او الجايين لجوء نعم آه السبيشال <سؤال> اميجرانت يعني الاشخاص القاصرين الاولاد القاصرين عندهم حالات خاصه اه داخلين لوحدهم او بيكونوا اهاليهم ميتين أو, او يعني في حالات معينه تبني او كذا آه مش تبني بكون حالات معينه بيعتبروها انه حالات استثنائيه, استثنائية انسانيه اه مش الاطفال الفايتين عادي تحت السن القانون بياخذوا مساعدات اوكي بس أو هدول سبيشال اميجرانت طب المعاقين اذا هن, إذا, هن اذا اعتبروهم سبيشال Immigrants بكون هذا القانون مفين. ما بينطبق عليهم نعم ايضا الـ 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 الاشخاص اللي بيكونوا عرضه للهيومن ترافيكينج تي فيزا او اليو فيزا يعني اذا الاتجار بالبشر الاتجار بالبشر او هيومن ترافيكينج والكرايم فيكتيمز يعني مثلا العنف نو آه نحن عم نحكي العنف اي ايضا اكثر شيء بينطبق الفالنس اجينست وومن اكت اللي هو العنف كمان معفيين بس اليو فيزا اذا شخص مثلا كان ويتنس آه بجريمه الشهود شهود بجرايم بجرايم اوكي صار في جريمه والشخص الشاهد او الـ الـ investigation ذي نيد هيم ضروري وجوده بامريكا بالمحكمة. فبيهربوه فبيعطوه فيزا ليطلع ليحمي لا بي هيدا بيكون الشخص اللي عنده فيزا او يو فيزا او مقدم عليها هيدا معفى من هال من هذا القانون اللي حيطبق نعم بالضبط نعم ايضا التي بي اس نحن بالجاليه في عندنا تي بي اس سوريين واليمنيه اوكي okay. التمبرري Protected ستاتس صحيح الاشخاص يلي صار في I تمديد اي ثينك عملوا اكستنشن هلا حاليا عملوا لهم اكستنشن صح صح اوكي okay. فاليمنيين والسوريين اللي على هذا الفورم بالضبط وكل التي بي اس بس نحن عم نحكي انه بالجاليه اكثر شيء اليمنية والسوريه اوكي okay. سو so هدول الاشخاص معفيين المعنى الجنسيه مثل ما قلنا نعم. والجرين كارد ما لهم عليه بشكل مباشر الا اذا طلعوا بدهم يرجعوا الى اخره نعم اذا شخص كان موجود على نان اميجرنت فيزا بده يعمل تشينج لستاتس مثل اف 1 بي uh, 1 الى ما uh -huh, شابه uh -huh. uh, ايضا اذا كان بي 1 بي 2 بده يعمل اكستنشن اوف ستاتس كمان بيخضع على نفس الرقابه من هالناحيه طب نعمل آه خلصنا ولا آه ناخذ استراحه بعد في نقطه شيء بنضيفها no, بين بال... بس بدي اكمل sure. اللي حكينا انه بالبدايه هن على شو عم ينظروا الاس اس اي okay. المساعدات من الحكومه الميديكيد اذا كان شورت تيرم uh -huh. so uh -huh. شو ضافوا عليها حاليا خمسه اوكي okay. الببليك هاوسنج اللي بياخذوا مساعدات تبع السكشن 8 مش هيك؟ يا yeah. والسكشن 8 ما هو في عده انواع بسكشن 8 انا ما بعرف فيهم كلهم بس بعرف okay. انه في الهاوسنج فاوتشر uh, اللي program. عم يعطوهم سكن صح والرنتال اسيستنس كمان سكشن 8 بالاجار صح هدول كلهم سكشن 8 هدول كمان عارفين ولا كمان حيكون في عليهم لفت نظر؟ نو هدول بده يشوف اذا الشخص هل عم ياخذ سكشن 8 بده ياخذ سكشن 8 اوكي okay. <سؤال> يعني جاي ومجهز حاله انا بدي اجي اخذ مساعده من الدوله بدي اخذ بيت وبدي اخذ معاش وبدي اخذ, يعني أخذ فول ستاب وهذا اللي هذا التفكير السائد اللي عم بيصير ليش جينا على اماكن لاخذ كل المساعدات <سؤال> يعني تقريبا هن <سؤال> نحن مش عم نحكي عن جايين لجوء او اللي معبين نحن عم نحكي عن الملفات اللي عم تحل الجرين كارد او الفيزا ابلكانس نعم, applicants. نعم. أخير. ايضا الفوت ستامبس مثل ما بنعرف و... كوبونات لشراء الاكل بالزبط. نعم بالضبط و... والنون ايمرجنسي ميديكيد النون ايمرجنسي هيدا النون ايمرجنسي معفي ما في. معفي اه... الايمرجنسي مع كيف يعني ايمرجنسي مثل مثلا فيك أولد مثلا هذا ايمرجنسي بيعتبروه اه هيدا بس هيدي فكره سيئه اذا الشخص فات ليولد وهو جاي على زياره نعم. اوكي بس ال... ال... انت بتحكي النون ايمرجنسي عفوا خليني اصلح فكره سيئه انه اذا فاته ما يدفعوا اه ما يدفعوا مظبوط هاي حنحكي عنها لأنه, لأنه حنحكي عن الجنسية بالضبط لأنه نعم. احنا ما فينا نطلب من المرأة إنه نعم. تخلف مثلا بالبيت أو ما تروح على, <applause> على المستشفى <applause> إذا ايمرجنسي بس صحيح. لأنه خايف من نعم. مش بهالشكل نعم مشكلتهم إذا هني ما دفعوا يا هاي حنحكي عنها مستمعينا المحكمة 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 برنامج مهم جدا أولى حلقات اليوم مع المحامي مون عطية والتدقيق حول القوانين الجديدة المتعلقة بالهجرة واللجوء وحنطلع فاصل إعلاني قصير وشربوا وجيب لكم قهوة شربوا ماي عمل بدكم إياه وحنرجع بعد فاصل قصير جدا نستكمل الجزء الثاني بالنسبة لموضوع الجنسية للناس اللي عم تيجي عم تولد بأمريكا وموضوع منح الجنسية للأبناء وأيضا حنحكي عن اللوطي لانه جينا كتير أسئلة عن اللوتري وأيضا بالنسبه لي اللجوء المقترح لخفضة عشر ألف ملف المقدمين من الخارج فاصل وبنرجع لكم مطعم الزيتوني في مدينة ديوبون وأحلى إدارة جديدة مع الشيف دويد الساحلي والشيف جعفر نور هاشم وأشهى المقبلات والأطباق الشرقية والعربية واللبنانية. مطعم الزيتوني يتسع ل شخص لجميع مناسباتكم وكاري أوت وكيرين افيلبل. أسعار خاصة للخوف المحشي والتركي ونفتح يومياً. وبمناسبة الافتتاح زيتونة فاميلي تراي ل أشخاص ب دولار. العنوان 5700 مركري درايف في مدينة ديوبون 313 441 -4000. recycling is a very important part a lot of people don't know if you don't donate or recycle they end up in a landfill everything behind us is recycled clothing if we have not picked it up it could have been up in the landfill A landfill does mean environment call to action recycle الضيافة العربية واللقمة الطيبة مع أكلات شرقية ما بتلاقوها إلا بمطعم السلطان وأيضا قاعة تتسع لمئة شخص لجميع حفلاتكم ومناسباتكم رقم التليفون 734-522-1500 العنوان 415 إنكستر رول في مدينة جاردن سيتي وأيضا يعلن يعني مطعم السلطان عن حاجته إلى ويترس ذو خبرة 313-903-1216 ملك أجواء ساحرة خدمة ممتازة أطباق شهية وقاعتين تستقبل أكثر من 600 ضيف لكل مناسباتكم من زواج خطوبة أعياد ميلاد بيبي شاورز أند كوربريت إيفنتس قاعة الملك 28937 وورن أفينيو في مدينة جاردن سيتي طبعا مستمعينا نستكمل الجزء الثاني والاخير من حلقه اليوم من برنامج المحكمه وفيكم تتواصلوا مباشره مع المحامي بعد الهوى على رقم المكتب 248544 4060 ومن لبنان 71554173 من شيكاغو 7739982778 وطبعا يوم السبت والجمعه والسبت اكتوبر 11 و12 المحامي حيكون بشيكاغو اذا بتحبوا تعملوا قبل بوقت اتصال على المكتب بميشيغان حتى تعملوا كونسلتيشن حدث المحامي بصوره سريعه بالنسبه للقضايا في ناس عم تتصل من دفن ولايات مختلفه شو قضايا المحامي اللي ممكن يمثل يطلع يمثل موكل بقضايا معينه بالولايه هن فيها وشو القضايا اللي ما فيهم يمثلوا؟ آه، نحن بنقدر نمثل اي ولايه اذا كان القانون فدرالي يعني امجريشن اند سوشيال سكيورتي هيدي اني ستيت ان ذا يو اس نعم باقي القوانين بتخضع ل الستيت مثل الجرائم مثل yeah. الاسره جرائم الديفورس البروبيت الحوادث والسيارات حوادث السيارات يعني بيرسونال انجري سو بدهم يشوفوا محامي بالمنطقه اللي هن عايشين صح. فيها بال... اوكي نيجي نحن عندنا لانه كثير عندنا اسئله ضغط فعلا رهيب جدا بصوره سريعه اللجوء المقترح حاليا قانون مقترح هو خفض عدد الملفات والموافقات ل 18 ألف المقدمين من الخارج بعتقد ما بعرف اذا كان من الخارج او من الداخل مجموع بس 18 ألف بعام 2020 انا بعرف امريكا بالزمانات كان فوق ال 100 ألف رجعوا نزلوا له شيء 80 50 هلا شيء 30 كانوا معترضين وقتها ومش عاجبهم هلا هلا اي هل... ثينك شيء 30 40 وهلا حينزلوا 18 ألف <applause> هل هيدا الملفات فقط من الخارج وايد ولا كمان من قلب امريكا؟ المقترح هذا القانون عم يحكي عن الرفيجيز أو يعني الداخلين من برا عن طريق اليو ان او الاي أوكي. او أوكي. ام مثل ما بنعرف انه هيدي كانت حصة امريكا تاخذ مثلا 20 الف أو 50 الف وهذا ذس نمبر نعم آه مثل استراليا وكندا والى اخره جرمانيا كل كل بلد كان عنده عدد معين ياخذوه نعم. من دولة معينة نعم. مثل سوريا او اليمن او نعم. الى ما شابه سو هلا هيدا العدد انخفض وعم ينخفض والهدف هو تصفيره <applause> انه لحد ما يتم الوقف كليا بالعمل بهذا القانون يعني امريكا تبطل تستقبل اي رفيجي <applause> هذا الهدف تبع الاداره الحاليه نعم <applause> بالنسبه ل عن اللجوء صح يس <applause> بالنسبه لللجوء في قانون في مشروع قانون صدر بسبتمبر 6 2019 نعم. <applause> وراح يتم تنفيذه بنوفمبر 8 2019 آه، مثل ما بنعرف انه اذا شخص قدم لل... للجوء بقلب امريكا الاسايلم بيقدم آه، المعامله اي 589 بعدين بيتم النظر فيها اذا اخذت فتره طويله 150 يوم بيقدر يقدم على اذن عمل <applause> انت عم تحكي اللي عم من قلب امريكا صح. كيف الباص صح. نعم. صح نحن انتهينا من الرفيج بس في ناس آه، بس في ناس بتوصل اول يوم بعد جمعه بعد شهر تعبي اللجوء هلا آه، هل ممكن ملفهم آه، يترفض؟ ذاتس جود اند باد حسب هلا اذا قدمنا كثير سريع بده يصير في شك بالنيه مم. وقت نحن اخذنا فيزا شو كان سياحه على السياحه كيف انت جاي مقدم لجوء يعني انه سحت يوم واحد وبعدين تغير الوضع مثلا نعم آه، سو هيدي ممكن تاثر على النيه نعم ثانيا آه، اذا اذا انطرنا فتره طويله كثير بالاخص اذا كان سنه او اكثر بعد دخولنا امريكا هيدي آه، كمان بتعمل مشاكل بالامجريشن من مم. ناحيه انه اذا انت فعلا حياتك خطر ليش ما قدمت يعني قبل السنه ليش انطرت سنه لقدمت اوكي اوكي سو so اذا قدمنا كثير اكيد مثل ما ذكرنا قبل نحن ما عم نقول لهم شو يعملوا بس حسب كل حالة على بدكم تتواصل مع محامي تتصلوا حتى تشوفوا انه اذا عندكم كيس قوي كمان في ناس ما عندها كيس قوي لتقدم نجوم ما بناخذها لانه وي نو ذير از نو كيس اذا القصه مجرد تو باي تايم في وقت آه يا لحتى نكسب وقت اكثر هذا يعني اللعب بالنار نعم. لانه بيعتبروه فريفلس ابلكيشن يعني طلب مهم. مزيف بهالحاله هيدا المحامي ما بيقدر يقدمه اصلا نعم نعم آه واذا قدموه وانحكم انه هن الطلب طبعا مزيف النتيجه هي وان واي تيكت باك هوم واو ما فيهم يرجع امريكا اذا قاضي immigration اصدر حكم او قرار انه هذا الشخص قدم طلب مزيف واو طيب نيجي نحن بالنسبه so, عفوا نعم. بس ايه؟ لانه مع انه وقت ضيق نعم فبيستنوا فبيستنوا فبيستنو بيقدم هو ابلكيشن وبروح بيوقف قدام قاضي ولا اوفيس نعم اللي نعم بيقدم نعم. هن بيقدم ما بيوقف قدام حدا بيقدمها بالبريد لمركز معين نعم ون اوف ذا فيلد اوفيسز والامجريشن مفروض عليهم يقرروا خلال 30 يوم يا <applause> <applause> بنقبل الطلب أو بنرفضوا بيعملوا أجي ذا they رايت right away يعني within 30 days ما فيهم يتجاوزوا 30 يوم قبول أو رفض. مه. بشكل عام بيكون بيكون قبول إلا إذا في مشكلة كبيرة بالـ Terrorism أو crime أو إلى إلى ما شابه. نعم. سو so القانون الجديد الإقتراح إنه يعطي الاميجريشن indefinite period بيريد يعني بيقول لموظفين الاميجريشن والضباط الهجرة ما بقى معكم 30 يوم، معكم قد ما بدكم. أه أوكي. يعني بتاخذ ست شهور بتاخذ سنة شهرين 10 سنين اتس اب تو يو نعم نعم سو so, وهيدي شغله ممكن تعمل مشاكل كثير آه، ليش؟ لانه في اشخاص بدهم يكون معهم اذن عمل لحتى القضايا اللي نحن اللي بنواجه فيها مشاكل هي وقت ال... اللي بيكون الوقت بينطر لاخر دقيقه ليجدد اذن العمل مه. بيكون معه درايفر لايسنس اذا مه. خلص الدرايفر لايسنس او حتخلص والاذن العمل مش موجود السكرتير اوف ستيت ما حيجددوا له اياها نعم. صح نعم صح سو so, من هون بتبدا المشاكل واو wow. طيب بالنسبه لسؤال اللوتري هل مزبوط تم فتح باب التسجيل للوتري وهل هيدا فقط للناس اللي عايشه برا ولا في من قلب امريكا يقدموا على اللوتري اللوتري فروم اكتوبر يسترداي اي ثينك نوفمبر 8 اي بيليف mm -hmm. mm -hmm. اي شخص بيقدر يقدم سواء كان داخل امريكا او خارج امريكا وما عنده اقامه صح بالضبط في أقدم على اللطف في أقدم بس اهم شيء انه هذه شغله مهمه يتقدموا بطلب واحد مش اكثر اه يا يعني بس يعني في ناس بتقدم كذا طلب بفكروا انه مثل يعني كانوا عم نشتري لوتري تيكت طب اذا سؤال اذا اكثر في حظ اه اكثر مظبوط مضبوط فايتس اونلي ون ابلكيشن للشخص اللي بيقولوا انه اذا اكثر من طلب الكمبيوتر بوقف الابلكيشن تلقائيا هلا اذا قدم هو من سنتين لازم يرجع يقدم مره ثانيه يعني اسمه موجود ولازم ولا كل سنه يعبي نعم كل سنه بيصدر اوكي سو so اذا صدر واسمه مش موجود بيقدر يرجع يعبي مره ثانيه طيب هل لازم يغادر البلد اذا اجت طلع اسمه من ضمن الفايزين وهو كان بقلب امريكا؟ اللي بعرفه انه لازم يغادر البلد أوكي. بس حسب كمان وضعيته القانونيه وضع. أوكي. يعني اذا هو له مثلا سنه سنتان على اي اساس هو موجود بالبلد أوكي. هذا فهمت. موضوع ثاني ب... يعني عندي جواب بس ما بدي اقوله على الهوى لحتى فهمت ما يتم طب اللي قاعد مخالف عبي اللي قطع فيستو ما مفروض يقدر يعبي لانه كيف بده يعمل كيف بده ياخذ فيزا بس بس ما في نقله له انه ما يعبي نعم لا. يعبي لانه في يرجع أه. ويقدم على ويفر طلب أوكي. استرحام هل هو لازم يعبيه عن طريق محامي ولا في محو على الويب سايت يعبوا؟ نو بيقدم عادي على الويب سايت على الويب سايت الديبارتمنت اوف ستيت اوكي اللي هو ترافل دوت ستيت نيجي بصوره سريعه بالنسبه للي في على اساس عم يقولوا خايفين كثير انه نحن مش حيعطوا الجنسيه للاطفال اللي عم يولدوا بامريكا فايتين السياحه ما السياحه آه شو المقترح او هل طلع قرار او شيء بهذا الخصوص؟ هي بشكل عام ما لها علاقه بالسياحه آه الدستور الامريكاني اللي هو اعلى من القانون اعلى آه اعلى شيء بالقوانين هو الدستور الدستور الامريكاني بيعطي حق بالماده 14 نعم لكل شخص مولود بامريكا، كل مه. شخص بيولد بامريكا على الاراضي الامريكيه يعتبر مواطن امريكاني تلقائيا ويعتبر لا. مقيم بالولايه يعني ريزيدنت اوف ذا ستيت مطرح ما هو خلق لا. بغض النظر عن اي شيء تاني نعم. واي شيء تاني بنسمعه غير صحيح. اوكي طيب فهلا شو اللي عم بيصير هلا عم بيقولوا انه هل هل طلع قرار بهذا الخصوص ولا لسه كمان مقترح؟ انه ما بيعطوا الجنسيه لاي طفل بيخلق بامريكا خاصه اذا اهله ما معه الجنسيه او الجرين كارد. آه، غير صحيح. اوكي سو شو اللي عم يطلع هلا شو المضبوط لكن؟ يعني؟ والمظبوط اللي قلناه انه اي شخص بيخلق بامريكا لحديت هلا الدستور بيحميه بيعطيه الجنسيه الامريكيه حتى اذا كان حتى اذا كان اهله ليس فقط غير قانونيين <applause> يعني اذا حتى فاتوا بطريقه غير شرعيه عاشت ايدكم على الايضاح نشكر جهودكم نيجي عنا نبلش ناخذ الاسئله طبعا حنبلش قد المستطاع نجاوب على الاسئله بعد في شيء نضيف ولا نبلش كثير شغله بدنا بس حتى آه ما أولا. عاش عنا عنا على <applause> اس آه في في اي <applause> سؤال مهم عنا كتير اسئله آه في عنا طبعا سؤال اذا تلميذي درست بامريكا بتاشيره اف 1 وما سنة وشهرين واجوا وراها في تأ... اوكي إجا لها معامل اوكي هي اجت كستودنت وفلت مع اف 1 وبنفس الوقت اجت لها معامله اي ثينك عن طريق الوالد او عن طريق خطيب او كذا عن طريق والدها ف شو بيصير لازم تغادر سنتين برا اذا مع اف 1 ما فيها تفوت حتى انه بي وصلوا اوريدي ولا كيف بيها قدم لها وصلت وقع بس هي كان جاي تلميذي هيدي في, تلميزي. في, كثير معلومات بدناها بالنسبه الموضوع no. نعرف نجاوب نعم no. بالبدايه هي كانت اف بعد اف او كسر فلت. الفيزا فلت خلص خلصت فلت خلصت يعني طلعت ليجل ما في لا لا. ما في اي مخالفات بترجع بتفوت عادي بس ايه فيها تغيب مزبوط انه لازم تغيب سنتين وبعدين ترجع تفوت نو no. اوكي أه بعتقد هن عم يحكوا اذا كانت هيدي جاي فيزا جاي فيزا كتير فيري ريستريكتد فيزا اوكي مرات بصير في استثناء اوكي لانه هني بيكونوا جايين سبونسر هذا موضوع كتير متشعب وما له علاقه بالموضوع اذا هي فات على اف 1 مش جاي مش جاي فيزا طيب اللي أخد اللوتري طلع اسمه وإجا على امريكا بيو كم سنه لياخد الجنسيه مثل اي شخص تاني بس تاخد الجرين كارد بعد خمس سنوات بحق لك تقدم على الجنسيه بتقدر تقدم تكنيكلي آه 90 يوم قبل الخمس سنوات انا غادات امريكا سبع اشهر هل سيؤثر علي عند التقديم على الجنسيه؟ هل بيحسبوا الايامات اللي قعدت فيه برا وقت تقديم الجنسيه؟ كل شيء طيب مش رح في منهم على فكره مش عم بمزح في منهم ما, ما في ما بيحسبوه لا لا في منهم بيكبوا الباسبور بيضيعوه في ناس بيحسبوا الله بخلا <applause> <applause> لا لا حضرت المحامي في ناس بيفتكروا انه والله ايميجريشن خلينا نكب الباسبور نزتهم ضيعناه جبنا باسبور جديد بس امريكا على المطار كليك اي ساعه دخلت كليك اي ساعه حتى الصوره بصوت والصوره نعم كل شيء أه. موجود بالصوت والصوره نعم آه في شغله مهمه آه أسوأ شيء ممكن نعمله مه. نكذب صح تحت القسم وبالاخص بهالحاله هيدي وقت ال... هيدي شغله كثير بتضر اكثر مه. ما بتفيد مه. وقت كلاين بيقول انه ضيع الباسبور بعرف اذا هالشيء صح او لا لانه في ناس بيضيعوه يعني مثل اي شيء مش انه ممنوع يضيع وقت اللي بنقول انه ضيعنا الباسبور رح نخضع لرقابه اكثر يعني تدقيق اكثر نعم مجرد ما انت تقدم على الجنسيه وتقول انا ما معي باسبور ساعتها بدهم يشكوا بالامر صح؟ ليش وين خسر الباسبور؟ عندك بوليس ريبورت انه انت ضيعت الباسبور، قد ايه او هلا ضيعتيه مثلا قبل لا. المقابله نعم يعني نعم وقت قصير؟ طيب انا مقدم لاخواتي من سنه 2008 ولهلا ما اجوا شيء، شو الاجراءات لنعرف وين صاروا؟ اخواته بال 2008؟ ايه اي ثينك they ار وركينج اون 2006 سو بعد في سنتين عم يا عم على نوفمبر 2006 بنتي فوق ال 21 عملت لها لم شمل لكن سياخذ ست سنوات طويله انا عندي جرين كارد وقدمت لها على فيزا سياره تم رفضها هل من طريقه اخرى؟ هل من بنفهم يعني انت متزوجه آه بنتي فوق ال 21 لانه لا انا عندي لك سؤال اذا انا مقدمه لم شمل لاختي او لخي او لبي او لامي ونفس الشخص بدي بعت له فيزا طب ما هذا ما, ما بيكون في تضارب؟ اكيد اوكي في بعض الاستثناءات على هذه القاعده العامه نعم بس بشكل عام ايه في تضارب اه في تضارب لانه بهالحاله لانه نحن يا انه بن بكون عندنا نيه تو تو يو اس او عندنا نيه ما نهاجر يعني نعم. نزور سو انت ما فيك تزور وتكون مهاجر بنفس الوقت بس القرار النهائي بيعود لل للكونسلر اوفيسر او الكستمز يعني مثلا الاشخاص اللي بكندا عندي كثير كلاينت يعني بخلون يفوتوا من او اللي جاي من اوروبا مثلا على الفيزا ويفر بروجرام او البايلوت بروجرام ممكن يخلون انه يفوتوا بس هدول ما بيتقدموا بطلب فيزا رسمي اذا شخص قدم فيزا يمكن 90% يرفضون بس اذا اقنع الاوفيسر انه انا رايح فعلا وراجع وعندي طلب بحق له يعطيه، مش انه ممنوع يقدم، نو no. طب بيحقله. هيدا السؤال انا بتعرف فيك في ناس تي عم تسال السؤال انا زوجتي امريكيه ونحن عايشين بالكويت ومرتي انولدت بامريكا وطلعت وهي عمرها سنه ونص من هونيك وفيني انا اقدم على الجرين كارد من الكويت واقدم أه. كمان السياحه هيك ضعنا يعني <تصفيق> <تصفيق> انا ما انا خلقت انا خلقت بامريكا جوازنا بس نحن مش تجوزنا تجوزنا انا وياك مبروك الله يبارك فيك <applause> تجوزنا بس انا تركت امريكا خليت بامريكا والتقيت فيك بالكويت وتجوزتك وانا بالكويت بس انا تركي امريكا وكان عمري سنه ونص اوكي وعايشه معك الجنسيه معي جنسيه بس أوكي. تركي من سنه ونص وانا so عمري سنه سن 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 ونص سؤال. ايه هل في انا كبنت تركي امريكا وانا بيبي وعايشه بلد عربي هل فيني اقدم لجوزي على جرين كارد ما احنا عايشين برا؟ سؤال كثير مهم، أوه. إذا كنت مقيمة برا تقدر اي شخص معه جنسيه بيقدر يقدم الاندر ذا كاتيجوريز اللي القانون بيعطيه لا. حق يقدم تقدر تقدم لزوجتك ما ضرر انت تكون عايش هون المشكله بتصير وهيدا معقدة ان شاء الله ما تسألين عنها اذا بدك تقدم لاولادك هذا آه. آه. موضوع ثاني آه. طب انا طب ممكن انا طب هل انا بدي اقدم له جرين كارد ولا بدي اقدم له آه لم شمل على امريكا شو الاجراءات بدي هي ذاتها بس آه مش لازم افوت انا اكون ارجع على امريكا واجيب بيت واقعد ويكون عندي سكن لا اقدر اسحبه ولا في ولا كيف الاجراء بالضبط بالضبط اوكي اذا بدك تقدمي بدك تكون عايشه بامريكا ثانك بس اذا انت كنت عايشه برات امريكا القانون ما بيمنع تقدمي اذا عندك نيه تكون عايشه بامريكا وقت اللي هو بياخذ الفيزا شوي آه. الامور يعني مشربكه يعني, يعني افضل انك ترجع وعايشه وت... هون لتقدر تقدم للزوج في حالات من هالنوع بننصحهم انه اذا هن فعلا عندهم نيه يرجعوا على امريكا بدهم يثبتوا هالشيء وقت المقابله لزوجهم اوكي سو so بيجوا بيشتغلوا الا اذا كانوا ملتزمين بعمل ما نحن كمان ما بدنا ناذيهم انه يخسروا شغلهم و... والامجريشن بتاخذ وقت بيقدر يعملوا في يقدم السياحه الزوج ويجي مع الزوجه، انا مثلا انا نازله على لبنان، رايحه شم هوا، لقيت عريس عجبني، آه فيني اتزوج وجيبه معي لهون ولا لازم اعبي له معاملات؟ بهالحاله هذه انت ما بتجيبي معك هو بيجي لوحده، <applause> لا ما عم بحكي أم سيريس انه هو آه. بيجي لا في ناس تفتكر انه انا حنزل وحجيبه معي ونضل جايين <applause> لا هيدي يمكن كانت من زمان اوكي هاي من زمانات اي ات واز ديفرنت نو، بهالحاله هذه هو بده يقدم فيزا نعم فيزا زياره نعم وهو بيجي هل انت اذا هو موجود معك انت جبتيه يعني اجيتوا مع بعض آه ما فيها شيء نعم. بس انت ما حتعملي له يو ار نوت هو عم يعمل فيزا لحاله ويجي علي فيزا زياره نعم اهم شيء بهالموضوع انه ما نكذب نعم يعني اذا هو قال لهم اذا قال للامبسي اذا سالوا انت اعزب او مزوج نعم قال لهم انا اعزب وهو بيكون متزوجك نعم ومسجلين الزواج بغض النظر اذا مسجلين او لا اذا متزوج لازم اقول له انا متزوج ابي سألوا ما ما هو الريليجن فيزا الديني في فيزا للدين في ]Hey, فيزا لكل شيء <applause> حبيت عايده <قول> اوكي <يأ>, الكل في <بيزي>. فيزا <applause> أه. آه. اذا شخص بيشتغل بمؤسسه دينيه بغض النظر عن شو هي <applause> المؤسسه بدها تكون اف او اف 1 سي يعني نون بروفيت اورجانيزيشن كل الريليجيوس اورجانيزيشنز <filming> هي بطبيعتها نون بروفيت بيقدروا يتقدموا يعني مسجد كنيسه تمبل اي شيء بيقدروا بس بدهم يثبتوا انه هذا الشخص بحاجه لإله لحتى يكون جزء من المهمه الدينيه او نعم. الريليجيوس ميشن وليش هن بحاجه لإله وساعتها بتشوفوا شو الباك جراوند تبعه ويا في طالبه هون مع اف 1 وخلفت بامريكا وما دفعت للولاده فيها تطلع من امريكا؟ مع اف 1 فيها تطلع؟ ايه فيها تغادر؟ اكيد فيها تطلع بس السؤال هو يمكن فيها ترجع اوكي هون المشكلة هذا اللي عم بيصير هذا اللي عم بيصير ناس عم تيجي تولد وما عم تدفع فواتير مش هيك؟ في ناس هيك عم بيصير بالضبط نعم. بعتقد هلا اقل من قبل لانه هلا عم يدركوا اهميه مخالفه هذا القانون مه مه. حتى في اشخاص يعني للاسف بيسالوني انه شو الطريقه انه انا اهرب من هالموضوع اوكي طيب أه لو سمحت هل استطيع تقديم الوالد والوالده بالجرين كارد وانا لي اكثر من ثلاث سنوات يعني معه جرين كارد، في يقدم لامه ولبيّه؟ نو no. ما في نو no. ليش؟ هذا و... القانون هيك لازم ال... زمعي... يكون معه جنسيه ليقدم لامه ولبيه؟ بالضبط طيب مين اللي بف... في مين اللي بيكون معه جرين كارد في يقدم للثاني الزوج مثلا او الزوجه؟ الزوج ولا بيطول؟ أه... ما كثير بيطول بس بحق له يقدم يعني بتاخذ تقريبا سنه ونص الزوج فالازواج لبعضهم فيهم اذا ما جرين كارد فيك تقدمي لزوجك فيك تقدمي لاولادك القاصرين أوه. هدول one كاتيجوري يعني اولادك خاصة وزوجك مع بعض بيجوا نعم بياخذوا فيزا مع بعض م -م. اولادك فوق السن يعني فوق ال 21 عندهم كاتيجوري ثاني وذاتس ات طب سؤال انتهى أه الموضوع سؤال كتير مهم حدا سالني اياه انه بتعرفي الاهل كيف بيعبوا لاولادهم بيكونوا بعدهم مش مجوزين yeah. وبعدين تجوزوا هل بدهم يرجعوا يعملوا أه تحديث ولا شو بيصيب هالموضوع اذا اذا انت معك جرين كارد لا اذا انا معي جنسيه انا كأم معي جنسيه ولادي لما معبيت لهم ان كانوا تحت السن او فوق السن بس كانوا سنجل مش مجوزين وبعدين بتعرف في نطره بعدين تجوزوا اذا صار في زواج مثلا انا قدمت لابني كان اعزب وهلا اتجوز صح. بدي ارجع انا كأم اعمل تغيير بالملف ولا شو بده يصير دائما لازم تعملي ابديت أه بتعملي ابديت للملف أه وبيمشي الحال ما في مشكله مه. بس أه الشغله الوحيده اللي ممكن تنتج عنها انه تشينج ان ذا كاتيجوري يعني اذا قدمت لابنك او بنتك اللي منهم متزوجين وبعدين تزوجوا وانت سيتيزن بتتغير الكاتيجوري اوكي طيب سؤال تاخد وقت اكثر اللي معه الجنسيه الامريكيه كامراه مع جنسيه امريكيه وعايشه برات البلد عايشه ببلد ما وخلفت اولاد باي بلد ما هل مباشره بيحصل الطفل على الجنسيه الامريكيه من الام او لا؟ او من الاب اذا معه الجنسيه بس خلق بابات أمريكا هيدي فيها شوية شغلات لازم نطلع عليها لنعرف إذا هن لهم أو لا، حسب الولد أي خلق والقانون المرعى الإجراء وقتها، القانون المطبق نعم أكثرية الأحيان إذا كان خلقان بعد الـ 86 بعد الـ 86 بعد الـ 86, 86. أه بده يكون في شرط، في أكثر من شرط نعم أه في شروط في شروط بس بشكل عام إلا علاقة بالإقامة تبعيتك أنت وقت اللي كنت قاصر تحت ال 14 بده يكون لك عايشه اكثر من خمس سنين بامريكا لا هون سؤال عم بيقول انه هذا نفس الزوج تبع الكويت ما بده تاكل البلد ويعمل سنه ونص وخلفت بيبي الحالة هذه ما بتقدر تقدم لابنها او بنتها اوكي لازم يرجعوا فبتحط بالزبط. بالطلب مع جوزة اذا بدهم يجوا على امريكا ساعات بالضبط اوكي طيب آه ما هي الظروف التي تتم فيها رفض دخول شخص على اماكن عن طريق فيزا السياحه انا رحت على ميجريشن عند الانصل ختم لي فيزا السياحه وصلت على الايميجريشن عم بتصير اللي بيضحكني انا احيانا انه بيجي واحد باللي من بلده بيقول لي انا اخذت فيزا خلص انا مسافر بيقول له طب اوكي ما توصل للمطار لا توصل للمطار ما يمكن ما يدخلك يمكن ما يقول لك فوت سو yeah. so هل ممكن يترفض لما ياخذ مثلا الفيزا من الأنص من السفاره ويوصل على المطار امريكا ممكن يترفض يفوت؟ نعم، هذا اللي حكينا عنه بالسابق طيب شو الاسباب؟ على شو بيركزوا؟ اي شيء <أي> شي بيخليهم يعتقدوا انه هذا الشخص فات على الفيزا الغلط بمعنى بمعنى اذا قلت له انت جاي تزوري مم. بس هو اكتشف أنه, انه انت ما جاي تزوري اه من طريقه الحديث من طريقه الحديث من التفتيش من المعلومات اللي معك من الاوراق اللي بيحملوهم معاهم كمان مش بس الاوراق واللجج الشناتي. الشناتي اه اذا اخذ له مثلا جاي معه ست سبع شناتي كيف جاي الزياره وجايب معك ست سبع شناتي عم بتصير كثير هيدي صراحه <applause> او حتى المعلومات معم. الموجوده عندك <applause> <applause> بالتليفون <تصفيق> آه بس المحامي ما حكى اذا مع اف 1 اوكي شوفوا برجع بعيد حديث في في لن... في لان احنا بدنا نختم الحلقه في انا رجعت حكيت السؤال وصلني بالنسبه للي خلفت حضرتكم ما قلتوا اذا تم يفصلوها من التعليم ما قلتوا هذا السؤال انتم كان سؤالكم واضح جدا اذا كان مع اف 1 وبعدين بدت غادر امريكا وما مع ومعها بيبي خلقان هون ومش دافعين حق المستشفى ما قلتوا هل حيتم فصلها من التعليم شفتوا وين المشكله عم بيصير هون مش, ب... ب... مش هناك نحن بنعمل عفوا الاستشارة لحتى نعرف كل شيء عن الكلاينت لنعرف شو عم نقول له لانه اللي عم نقول له اياه عم يغير مصيره لا لانه هلا تغير سي... شوفوا حتى فرجيكم كيف تغير, تغير سياق السؤال اه تغير سياق السؤال بس الجواب يتغير هن يعني انتم سالتوا حسن... هل فيها تغادر؟ هذا كان سؤالكم، ألك المحامي فيها تغادر بس السؤال هل حيدخلوها؟ مش دافعه حق الولاده فانتو هلا غيرتوا السؤال انه هل يتم فصلها من التعليم سو شفتوا هيدي المشكله عشان هيك إحنا نحن لكم وبرجع بعيد اللي قلتها باول الحلقه انه نحن ما عم نعطي استشاره دقيقه للاسئله توصلنا نحن بنعطي جواب عام فعشان هيك يفضل يكون في استشاره واتصال ان كان المحامي ميمون او اي محامي اخر ليعطيكم الاجابه الصحيحه لانه هذا السؤال ابو سطر او سطرين ما بتعطينا نحن محاضره المحامي الصوره الكامله للقضيه بالضبط. طبعا نحن بدنا نختم الحلقه لانه صار اكثر يعني طلعنا اكثر من ساعه وطبعا في كتير عنا اسئله هون طبعا وحضرتك طبعا بعتقد شرحت كثير معلومات بس في شغلي بدي انا اسالك عنها سوشيال ميديا قديش بتاثر على المعامله ان كنت عايش بامريكا او بالخارج إذا اطلاعا على, نعم. ال... على السوشيال ميديا مشكل بتطلع علي نعم هل هل عم تطلع على السوشيال ميديا يمكن مش كل عم يطلع عليها بس بحق لهم نعم بحق لهم هل بياخذوا الهواتف في منك على المطار اذا حتى يشوفوا شو يشوف في قلبه يعني بيرد لك اياها يعني صح سو so, السوشيال ميديا ايه ممكن ممكن تاثر نعم بس اذا نحن يعني ما في شيء نخاف منه nothing to worry about إذا آه. ما في عندنا مشكلة معينة ما آه. في يعني التزام بتنظيم معين، حركات إرهابية، كرمنال أكتيفيتي، آه. شغلات من هالنوع هيومن ترافيكينج، في شغلات كثير بيطلعوا عليها، يعني نحن ما بدنا نكون كثير صارمين آه ضد الإمجريشن، إنه آه. هن آه. عندهم إجراءات تعسفية، آه. كمان هن عم يتعاملوا مع تجار مخدرات، مع أشخاص بيعملوا هيومن ترافيكينج، الإتجار بالبشر وإلى آخره في جرائم في حركات إرهابية في كتير شغلات هن أوكي، بيطلعوا بيطلع. عليها طيب هلأ نحن احنا... الشخص العادي ما بيتأثر حتى لو عنده شغلات وبعرف يعني شغلات مثلا خاصة ما كتير بتأثر طب أنا عندي سؤال آخر عم يجوا كتير كتير ناس السياحة وعم يحطوا على السوشيال ميديا انا او بيكون مخالف حتى بقول لك انا مخالف وحط صوته واسمه كل شيء كمان يعني بيقولوا كانه عم يقول للميجيشن اوفيسر تعالوا خذوني من ولايه مثلا شيكاغو وانا بشتغل محل الفلاني وهيدا صوتي وهيدي صفحتي يعني عم يحطوها بطريقه انا عم بستج يعني عم عم بستغرب انه انا بقول انا قاعد خمس سنين ومخالف مثلا ما عندي اقامه و... وحاطط رقم تلفونه وحاطط ن... معلومات ي... وبده عروس يعني نسي يمكن انه مع الوقت خلص تعايش مع الوضع و... وهو تقبل وضعه وفكر ان هني تقبله ف... كمان طب اللي عم يجوا مثلا او اللي مثلا أخدوا الفيزا انا في احد الاشخاص كتب بوست قال انا حصلت على فيزا سياحة فيني اعبي لجوء لما ادخل على امريكا <applause> والله انا شفتها انا شفتها انا شفتها لا انا قصدي انه لما انا احط هيك سؤال انا طالعه بصفحتي بالاي دي تبعي وفاتي على صفحه عامه وكاتبه هيك سؤال قلت لي وات انا من حسب خبره المتواضع العالم بتجهل الامور القانونيه يعني لحتى نختصر يعني عم انه هيدا خلص حطيت على الفيسبوك مين حيعرفني او كذا بس انت حاطط سؤال يعني يعني انت معناتها عم تقول انا جاي بنيه مش سياحه جاي لخالف كلمه اخيره حضره المحامي آه كلمه اخيره بس بحب اقول بالنسبه لل الببليك تشارج اللي حكينا عنه القانون الجديد نعم آه الامور منا يعني كثير معتمه ومسكرة بوجهنا نو في يعني خلوا باب صغير من الامل يمكن نعم آه اذا قرروا انه هذا الشخص حيكون عالي على الحكومه الامريكيه بيعطوه بحق لهم يعطوه نعم آه بحق له يقدم على باند يعني مثل كفاله ماديه نعم اللي هي تقريبا 8000 دولار نعم سو اذا قرروا انه انت مثلا ما حيعطوك الفيزا حيقولوا له انه نعطيك هذا الاوبرتونيتي تو بوست 8000 دولار على فكره بالمقابل اليوم هلا نحن عم نختم الحلقه لفتني نظر شغلي للجرافات اللون الموف بتعرف انت الموف بامريكا بشو يرمز الموف؟ نو no. اوكي رح اقولها هلا مستمعينا بنتمنى حلقة اليوم نالت إعجابكم الحلقة الأولى من برنامج المحكمة يلي نستضيف فيها أهم الشخصيات القانونية والقضائية وأيضا الطبية وأيضا رجال الأمن حتى يكون في تثقيف كامل على كتير قضايا وقوانين موجوده بالبلد لانه للاسف هيدا انا سبب انه عملت هذا البرنامج انه في قله تثقيف انا عم بلاحظها او مغالطات ببعض القوانين الموجوده بامريكا وهيدا البرنامج ليسلط على كل القوانين حتى تفيدكم طبعا انا نصيحه دائما بقولها بليز 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 انه ابتعدوا عن المخالفات ابتعدوا عن الشغلات الغير قانونيه لانه بالاول بالاخير انت عم تستنزف من وقتك من مالك من كثير شغلات يمكن عم حتى مستقبل أسرتك يمكن أسستها هون بطريقة مخالفة والمصير بيكون مجهول وطبعاً شهر أكتوبر أيضاً هو شهر التوعية بسرطان الثدي يلي يعني لونه ريبن لونه زهري وايضا التوعيه بالدوميستيك فايلنس يلي يعني ريبن لونه موف يلي يعني لبسه اليوم المحامي سو so طبعا بنتمنى بنتمنى اول شيء بنقول السلامه لكل مرضى للسيدات مرضى سرطان الثدي وجدا مهم يكون في كشف دوري خاصه بعد سن ال40 واللي توفوا بنقول الله يرحمهم وطبعا هيدي تعتبر معركه شرسه لهيك مرض للسيدات خاصة وبالنسبة للعنف الأسري والمنزلي وخاصة العنف دومستيك فايلنس للسيدات المنتشرة كثير بأوساط الجاليات العربية كمان يكون في توعي حول هذا الموضوع ويكون في تنبيه حول هذا الموضوع لخطورته لانه للأسف عم بتوصل أيضا للمحاكم والضياع على الأسرة وخاصة إذا كان في أطفال للتواصل دائما فيكم تتواصلوا معنا على صفحة واتساب شو الأخبار أو أيضا صفحة ديفا عفاف لأي سؤال أو استفسار وكمان فيكم تتواصلوا مع المحامي مباشره بعد الهواء على رقم المكتب 248 544 4060 امريكا فتحتنا الباب لنعيش حياه كريمه امشوا صح اشتغلوا صح وما حدا بيقرب صوتكم رفعت الجلسه